الغيرة، وقد تكون سبب الانفصال بين النجمين وفقا لما قاله الفنان سمير صبري في لقاء تلفزيوني أن هدى سلطان عندما قدمت امرأة على الطريق كانت فوق ملوحا بيده لأعلى بعكس فريد شوقي، ثم أشار بيده لأسفل، فقرر بعدها ملك الترسو أن يحدث تغييرا شاملا في أعماله. وفيما تردد حول الغيرة التي أصابت ملك الترسو بعد مشاركة هدى سلطان رشد أباظة فيلم امرأة على الطريق، وأدى للطلق، نفى سمير صبري في برنامج تلفزيوني وصفا إياه بالكلام الفارغ لأن المشاهد لم تكن خادشة للحياء، لكن الطلاق بسبب ارتفاع أسهمهما فنيا بينهما. كان يمر شوقي بانتكاسة.